طيب ليه؟ هذا شاعر شاعر معلش. مبين شاعر، الشاعر عليه بيفهم. أنا والله مقدرها عشانها جديدة، والله أنا مقدرها. ما أنا ما أصلي جديدة أو مجد، بس العالم ما بتحكي هيك. إي لازم تطولين بالك، إي والله طولي بالك. الواحد بيشتغل كمذيع حتى وكان عمر، بس ما بيعمل هيك. لا والله أنا ضربتك. لا لا والله. وسعي خاطرك، وسعي صدرك، ها؟ ترى ابليس ملعون، احنا رايجين طال عمرك قلوبنا بحر. اي هل الصعوبات اول شيء لما لقيتهم، رحت شيء ساعدتك لبعدين انه اني والله ما فهمت عليش. والله ما فهمت. الصعوبات الاولى عرفتها، لكن غيره ركبتيها على بعضها وحنا نرجع نحت شيء الاول. اول شيء لما لقيت الصعوبات صح؟ اول شيء بشغلتك المهنيه كاديب لقيت اول شيء صعوبات صح؟ ها؟ أول ما شلت أديب ايه؟ لقيت الصعوبات أول شيء صح؟ إيه ولقينا صعوبات وعلمت شنيها إن هي أوكي. بعد ما لقيت هالصعوبات وصرت طبعاً مشهور ومعروف، حسيت إنه هالصعوبات يعني إنه إلها كان إلها إفادة آخر شيء؟ بعد ما لقيت هالصعوبات ايه؟ وآخر شيء صرت معروف ومشهور ايه؟ لقيت هالصعوبات كان إلها آخر شيء نتيجة؟ إيه طبعاً إيه أبوش للجنة يرحم والديش. إيه والله لها نتيجة. هالحين انا عندي قطيعين حتى في السوق، ها ابيع في الغنم وابيع في البعارين، عرفتي؟ ها وتشتري من عندنا البعارين وتشتري من عندنا اللبن، ها وتاخذ لبن طال عمرك ما هو مغشوش. ساعدتك انك تبيع غنم ولبن، ايش يعني شو خص شهره الاديب ببيع الغنم والبقر واللبن؟ اي تجاره، تعرفين التجاره؟ هذه تجاره، والتجاره شطاره. يعني حدد لك انت كمان اديب والوقت نفسه متاجر صح؟ اي نعم. طيب هالشغلتين اللي عم تشتغلون بيعطوك شي وقت تقعد مع عائلتك بالبيت؟ ما فهمت عليك. حضرتك بشتغل اديب ومتاجر بنفس الوقت صح؟ اشتغل اديب وتاجر اي. اوكي هالشغلتين عم تعطيك وقت، عم تفسح لك وقت تقعد مع عائلتك؟ اي اي تقعد معهم بعد الساعة 9. انت جاش كحة؟ نعم. عطوها، تبغين علاج ولا شيء؟ لا شكرا. اشرب من العصير، اشرب من العصير، ريح بالعصير، ريح بالعصير. انت سامعه؟